كيفاش يا اساطير؟ نزل اتحادات اتليق وحشك الداخلي. انا اليوم راح اجيب السكن هاد باللعبة وايضا جبت اياه بالواقع. او ماي جاد، ايش رايكم يا اصدقاء؟ حتى السروال الله عليك يا شديدي. شباب شوف، اليوم ان شاء الله باستخدام السكن هاد بالواقع لازمنا نجيب السكن هاد باللعبة وباقل تكلفة. ليتس جو. مش ملاحظين شيء يا اصدقاء؟ شايفين الشخص هذا؟ والله معضل زيي. شوف ليتس جو يا شباب. سو حاليا راح نجيب السكن هاد ان شاء الله. اول لفه يا اصدقاء راح تكون عندنا بس ب 49 جوهره، ولازم هتجي لانه انا لابس السكن هاد. يا لا 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 لا، يعني احنا دائما لازم نضل هيك حتى النهايه، ليش يا قرينا؟ تمام تمام تمام، مش مشكلة يا أصدقاء. لحظة، وليكن في علمكم، شايفين هذه الأشياء الموجودة بظهره؟ برضو موجودة بظهري أنا، شايفين؟ أوكي، حاليا يا أصدقاء راح ننتقل لللفة الثانية، ويا رب إن شاء الله نحصل عليه بس باللفة الثانية. ليتس جو ليتس جو يا قرينا. أنا حاليا مش جالس على كرسي، واقف على أرجلي. إيه إيش هاد؟ لا لا يا قرينا، لا يا قرينا، لا 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 لا. اوكي يا اصدقاء، حاليا راح ننتقل لللفه الثالثه ان شاء الله. ليتس جو. لو خطرت على بالي فكره، هذه اخر لفه. لحظه، حاليا باللفه هذه يا اصدقاء راح نلف ب 200 جوهره، وشوف كيف راح اجيب السكين يا شديدي. شوف قرينا بليز يا قرينا. ملاحظين شيء يا اصدقاء؟ بما انه الحدث اسمه اطلق وحشك، وزي ما انتم ملاحظين هون يا شباب، هو زي في عنده هيك قرون، راح نسويهم احنا ايضا ونشوف اذا اطلقنا وحشنا راح نحصل عليها ولا لا. ليتس جو. زي ما انتم ملاحظين يا اصدقاء، اطلقنا وحشنا وخلينا نسوي لف. ليتس جو يا شديدي، ليتس جو. يلا بليز. الله، لا بس هو حق، حتى لو انه هذا سكن اسطوري، بس انا بدي الوحش الاخضر. انا يا قرينا بسوي السكن الاخضر مش السكن هاد. والله الشباب عارفين انه انا عجبني السكن الاخضر كثير، حتى لدرجة اني جبت اياه بالواقع برضو، مش حتى باللعبة. او ماي جاد. لحظة، عارفين السبب ليش يا اصدقاء؟ لانه شخص معضل زيي. او ماي جاد، خلينا نسوي حاليا لفة ب 500 جوهرة، ويا رب ان شاء الله يجينا السكن يا اصدقاء. اوكي طلع. او ماي جاد، واخيرا حصلنا على السكن يا اصدقاء. ليتس جو. هيك راح نسوي فتح، ولازم طبعا ايضا ايش؟ تزويد سريع. ليتس جو يا اصدقاء، وهيك جبنا السكن. وحاليا يا اساطير راح ننتقل عشان نجرب السكن الجديد بالجيم. سو اول شيء يا شباب، للاسف مش قادر العب رانكد لانه ما عندي نقاط الفخر يا اصدقاء. وثاني شيء يا شباب، انتم عارفين لما تكون جراند ماستر لازم لنا ساعتين وانا انتظر بس باللوبي عشان يدخلوني. سو ليتس جو. اللي راح نلعب اياه يا اصدقاء اليوم هو الدئب الوحيد. راح ندخل دئب وحيد سولو فيس ديو ان شاء الله، يعني فاهمين قصدي؟ يعني راح نكون ديو فيس ديو، بس انا اللي راح اجيب كلات لوحدي. سو ليتس جو، خلينا نجرب حاليا كيف راح يكون اللعب بالسكن بالواقع، نفس السكن اللعبه. او ماي جاد، ليتس جو. ايش الاسلحه اللي راح يعطونا اياها؟ ايش فماس هذا؟ وقت فماس. لحظه، هيد. والله ضلت فيه ثلاثه بالدم يا شباب من البدايه. او ماي جاد، خلوني اعبي دمي. ايش قاعد تسوي انت؟ ايش هذا الغباء؟ نايس يا شديدي، اسطورة يا شديدي. ليتس جو. حاليا يا شباب جبنا الجولة الأولى، وعرفتوا ليش قلت لكم في البداية راح نلعب 1 فيز ديو بال شو يسموه، بالذئب الوحيد. ليتس جو. هم اللي اشتروا السلاح هذا صح؟ خليني أوريهم بعد المفاجآت. تمام شباب، مش عارف ليش ما تشتغل معي مهارات الشخصية. يا الله عليك يا شديدي، ناري الكليب بصبك. او ماي جاد، ليتس جو يا اساطير. تمام، هيك يا اصدقاء حاليا جبنا الجوله الثانيه، وبكل هذا السهوله الان بدي انا اشتري سلاح. تمام، هاد ديجل، وايضا ايضا ايضا بحاول اشوف هدات بالبربر، ما ادري اذا راح تشتغل معي ولا لا، بس مش عارف انا حاط مهارات الشخصيه تبع السرعه. وين هي الشخصيه النشطه عندي؟ وين تاتسويا؟ ايه كأني شفت واحد هون. وين راح؟
وين انت عزيزي؟ ايش هذا الام؟ يا الله ايش هذا الام؟ ايش قاعد تضيع لي انت في كلاتي؟ هي هي نري. لا يا شديدي لا، اخذ لي الكيل يا شباب. شفتوا كم هدو اخذ اياه؟ اوكي مش مشكلة، بس انا بلعب بشخصية هذه اللي تسوي سرعة. وين هي؟ ليش مين؟ 100% يا شباب انه اخي الصغير ابع. لحظة لحظة، بدون تلك الشخصية شوف ايش راح نسوي. شوف وبدون ميدكت وبدون اي شيء، ليتس جو. وين الشخصية الاخرى عشان ما يسوي لي غضب؟ انت راح تسوي لي مقلب، انت راح تسوي لي مقلب انت يا بوت. او ماي جاد، ليتس جو. اربعة، كيف انتهت هاي الجولة؟ وصلنا للجولة الرابعة يا اصدقاء. ايش الجولة الرابعة؟ هذه الجولة الخامسة والاخيرة. او ماي جاد، اوكي مش انا اللي راح اشتري حاليا سلاح. ايش بدك؟ او ماي جاد، والله بالحظ. شوف هاد جاب السكين تبع ايش اسمه لاعبين يا اصدقاء، سكينات الحدث مع بعض. هذا الحدث اللي نزل، والله العظيم. تي ليتس جو. ليش ما انحسبت 165 ولا ايش؟ يلا انا اعتمد على السكين هاد، على الشخص هذا عفوا. اوكي شباب ضربته بالام، ما اعرف ليش ما انحسبت. السلاح هذاك ما راح يضرب من هذا البعد. اخي برو اسكا ايش تسوي؟ وين رايح؟ عندك ام ثلج. اول شيء يا اصدقاء مش مشكله تمام، لانه اخذوا منا جوله. بس هذا حاليا تعرف تستخدم الاو ام هذه صح؟ لما كان هو ورا الثلج ايش كنت قاعد تسوي؟ يلا شوف بعدين لقيها ما انحسبت. يا سلام، هو قتل الثاني ولا ايش؟ اوكي يا اساطير، وهيك نكون سوينا احماء بسيط بالسكين الجديد يا شباب. لا تنسوا السروال، ترى عندي بس حتى السروال تبعه بسكناته بعلاماته باشكاله كل شيء موجود. اوكي وحاليا يا اصدقاء بالنسبه للاشخاص اللي تبغى تفوز معانا بالسكن هاد وايضا الجواهر والاحداث الاسطوريه تمام، فتحت لكم يا اصدقاء متجر اسطوري فيه العديد من الهدايا. تقدر انك تحصل على 530 جوهره او 1100 جوهره او كود لسكين طبيب الزومبي. ايضا احرق لك حسابك بمقطع يوتيوب ثلج ايفون 12 برو ماكس، وكل هذه الهدايا المتوفره هون يا اصدقاء تقدر تشتريها بالنقاط. النقاط وين تقدر تحصل عليهم؟ في بثي المباشر على منصة كيك. كل دقيقة مشاهدة راح تشاهدها داخل البث المباشر راح تحصل على 5 نقاط، يعني هيك انت راح تقدر تجمع نقاطك. وشوفوا في العديد من الاشخاص قاعدين يفوزوا بهدايا ويشتروا العديد من الاشياء في البث المباشر على منصة كيك يا اصدقاء. شنو راح تسوي يا اسطورة؟ انك راح تنزل تطبيق كيك ثواني تمام، بس راح تدخل زي ما انتم ملاحظين في العديد من الناس هون يجمعون النقاط. عشان تشوف المتجر بتحط علامة تعجب شوب، بتقدر يعطيك رابط عشان تدخل المتجر. وايضا لما تحط علامة تعجب بوينتس تعرف عدد النقاط اللي عندك. وهون زي ما انتم ملاحظين الاشخاص اللي اشتروا مني عروض واشياء، وهون يا شباب شوفوا الاشخاص كم نقطة مجمعين عشان يشتروا بالمتجر. فانت تقدر تجمع نقاطك عن طريق مشاهدتي في البث المباشر وتعليقات واشياء كذا، وهيك راح تقدر انك تدخل وتشتري كل اي شيء بدك اياه موجود هون يا اصدقاء. وبعض العروض الاسطوريه ايضا، اذا تبغى تعمل اعلان لقناتك 5000 نقطه، بدك حساب فري فاير متوسط ب 25000 نقطه، بدك حساب فري فاير عادي بس ب 15000 نقطه، بدك حساب فري فاير قوي ب 35000 نقطه. اذا تبغى ايضا تحصل على فلوس كاش تقدر تجيب اياهم، تبغى طلب صداقه بفري فاير بس 500 نقطه. يعني راح تشاهد بث واحد راح تجمع ال 500 نقطه، راح تشتري العرض انه تكون واحد من اصدقائي باللعبه على فري فاير. سوي العديد من العروض الاسطوريه تقدر تحصل عليهم من متجري الخاص. تبغى تشيك على المتجر او تجمع النقاط فتشاهد بالبث، والمتجر ايضا راح تلاقوه موجود تحت يا اصدقاء. سو بدون ما اطول عليكم ليتس جو، لايكاتكم اتمنى يوصل هذا المقطع يا اصدقاء ل 30000 لايك لانه متعوب عليه. ترى مصمم لكم سكين يا اصدقاء وسروال تمام. او ماي جاد، وجبنا السكين يا اصدقاء وسوينا جيم اسطوري. والله احبكم وشكرا لتعليقاتكم الحلوه، اقراها دائما. تالله.